ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. دونك كما قلت عزيز، دونك باش نحكيو على حاجة تفرح برشا وقت نلقاو توانسة، شباب توانسة في لي كومبيتيسيون، في كل مرة يخرجوا من النطاق الوطني يمشيو للنطاق العالمي. اكزاكتومون سيما، هو باش نفهموا الحكاية مع دعاء الزويري. دعاء، صباح الخير. عسلامة، صباح الخير. صباح الخير دعاء. دونك دعاء، هكا خلينا باش نفهموا الحكايه اكثر. جي سي اي تي بي اس المروج شاركت في مسابقه وطنيه، وانت اللي كنت شاركت باسم الجي سي اي تي بي اس، ربحت المسابقه الوطنيه. تمام، باش تعديو للي بعده. كان زيد تفسر لنا اكثر الحكايه دعاء. ايه الحمد لله، بخدمه كبيره ومحبه كبيره مع غرفتي جي سي اي تي بي اس المروج، وصلنا للمرحله هذه مع بعضنا. صحيح البروسيس طويل، تعديت عليه في برشا تعب، في برشا خدمة، من الريزلتا في الآخر انريشيسونت. وبعد بروسيس اللي صار من كانديدا سيليكسيوني في كومبيتيسيون انترن اللي مشتل فيها جي سي تي بي اس المروج. استناني ساعة دعاء، سامحني، خلينا نفهموا ساعة هي الكومبيتيسيون بتاع شنو بالضبط. هي كومبيتيسيون انجلش بابليك سبيكينج، اغوغاتوار اون انجلي. هي دونك كيفاش كانت المسابقة الوطنية؟ شو هما ليزيتاب اللي تعديت بهم؟ هل فما جوري تختار؟ احكي لنا أكثر عن المسابقة الوطنية وبعد نتعداو للمرحلة اللي بعدها. ده هو بيتو قبل ما وصلت للمسابقة الوطنية كانوا فما دي كومبيتيسيون عالو، من كومبيتيسيون انترن، الكومبيتيسيون ريجيونال، حتى من كومبيتيسيون ناسيونال. في كل كومبيتيسيون يكون فما سوجي في فرطة، وكل سوجي تخدم عليه تحضر السبيتش نتاعك، فيه لازم يكون دي زارجومون بلوزيبل تقنع بيهم الجوري، يكون فما البيرفورمانس كما يقولوها البادي لانجويج، فما اتراكسيون في الحكايه، وفي الاخر يكون يقنع الجوري. والحمد لله شامبيون ناسيونال 2024 اون اغوغاتوار اون انجلي. الحمد لله، هذا بالنسبه للناسيونال. توا بعد ما ربحنا الناسيونال باش نتعداو للي بعده، اللي هو نحكيو هنا على الموين اوريون والافريك دي نور. اي ان شاء الله باش تصير كومبيتيسيون كامو، كونفيرونس دافريك مويان دوريون دون سا 26 ايديسيون، ان شاء الله باش نشارك فيها، وباش تكون في رواندا كيغالي، وباش ان شاء الله باش نمثل فيها جي سي دي تونس. وقداش باش يكون فما من مشارك في المسابقة هذه؟ اسمه مولا مش معروف، خاطر باش تكون سو فورم حاجة سكري معناها. دونك وقتاش عاود لنا الدات؟ كان هكا وقتاش باش تكون المسابقة؟ ان شاء الله باش تكون لو 22، لو 22، لو 22 مي هذايا. باه، وبعد لو 22 اذا ان شاء الله وفقك ربي وعاودت ربحت المسابقة هذه، باش نتعداو للانترناسيونال ان شاء الله، باش نتعداو للعالمية. اكزاكتومون، اللي هي وقتاش المسابقة العالمية باش تكون؟ ما فماش دات اتحطت مازالت. وبالنسبه دعاء للي سوجي اللي ينجموا يكونوا موجودين في لو 26 كما قلت لي انت، والا لو 22 سامحني، لو 22 سامحني. اي بالنسبه للي سوجي اللي يكونوا موجودين، هل عندك فكره عليهم ولا شنو مال التيم ولا هكا؟ هل فما فكره اوليه؟ هو في كل كومبيتيسيون تعديت عليها قبل بخمسة ايام، بون ماكسيموم سبعة ايام يتعطى لو سوجي وانت تقعد تخدم عليه، تقدر تخدم عليه، ولازم يكون فما حاجات اونيك ديفيرونت على لي زوتر كانديدا باش تحيي الحظوظ نتاعك في الربح. لي سوجي سي فو فولي انكم تعرفوا على شنو ما بالضبط اون جينيرال اللي تعديت عليهم، حكيو على لي ستارت اب، حكيو على الدبلوماسية، حكيو على المنتل هيلث، حكيو على برشا حاجات. دونك أسامة، لاغ اوغاتواغ من الحاجة بالحق من الكومبيتيسيون اللي نجموا ينميوا لي كومبيتونس نتاع أي فرد يتعلمهم يشارك فيهم، خاطر نحكيو هنا كما كانت تحكي دعاء على البادي لانجويج، نحكيو على اختيار الأفكار وتنظيم الأفكار وغيرهم وغيرهم من الحاجات اللي بالحق ينجموا يعاونوا أي فرد. أنا حبيت نسأل دعاء، فما معناتها من الشباب التوانسة اللي شاركوا فيها قبل وديجا معناتها خلطوا للانترناسيونال، معناتها ربحوا معناتها لي بخي؟ فما توانسة شاركوا قبل، مي ما عنديش كل يدي انهم وصلوا للانترناسيونال. فما تكون ربح كامو، مي ما كماش انترناسيونال.
دونك دونك سامحكم شارك. دونك مش نفهم من كلامك، معناتها وصلنا ليتاب اللي انت وصلت لها ديجا، لكن نطمحوا انها تكون مخير معناتها في الانترناسيونال. ان شاء الله معك انت دعاء. يعطيك الصحة، ميرسي، بارك الله فيك دعاء، يعطيك الصحة. دونك عزيز مهم برشا معناتها انه نحكيو على لي كومبيتيسيون هذوما اللي ينميو الطاقة نتاع الطالب ويزاد يعيشهم التجربة مهمة برشا. اكزاكتومون، رانا نحكيو هنا على كومبيتيسيون انترناسيونال باش تشارك قدام الجنسيات الكل في العالم. اكزاكتومون، وسورتو كي نحسبوهم بالمراحل من اول مرحله لاخر مرحله اللي هي الانترناسيونال اللي هو نسميوه هنا الفينال، نتخيل باش تشارك قدام مئات الشباب من برشا بلايص من العالم. دونك تخليك ساعه اول حاجه تفهم بالحق الشباب في العالم الكل كيفاش يخمم، كيفاش يخدم، كيفاش يعيش. دونك هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه بالحق الروح نتاع الكومبيتيسيون تخلقها فيك، على خاطر بالمرحله نتعداو كما قلت لك روح التنافس. اكزاكتومون، مع برشا متنافسين من العالم الكل، تخليك باش تخليك تخدم اكثر، باش تخليك تحاول توصل اكثر وتطمح المخير ديما. والحاجه الزايده اللي لازم ناخذوا عليه اللي هي المره الجايه في رواندا في غالي. دونك باش نفهموا معناتها كيفاش رواندا معناتها كبلاد قاعده تستقبل في المنافسات هذه. تخبي، يعطيك صحه عزيز، راجعين معكم شوي اخر، نعطيكم موعد الاخبار الساعه 7:30 بعد يجي بحدنا محمد قنطار لو ميدياتور، راجعين معكم ما تبعدوش.